الهاتف ست اللواء سامح سيف اليزل. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. اخبار يعني القايمه عندكم ايه؟ هل ستعلنوا عنها؟ ايه الوضع عندكم بالظبط؟ هو الحقيقه كان في شان حزب الوفد، يعني كان الاستاذ الدكتور سيد البدوي، وانا تربطني بعلاقه طيبه جدا واحترام متبادل الحقيقه، كان اتصل بيا من حوالي 3 ايام كده او 4 ايام وقال لي ان بالنسبه لاسكندريه يا ريت نوحد القوه فيها، علشان برضه اسكندريه لازم نملى ايدينا منها كويس، والقائمه دي مهمه وحاجه زي كده. وانا الحقيقه اسكندريه انا بقول لحضرتك اللي حصل بالظبط. فانا بديت قلت له بديت موافقه مبدئيه، قلت له طبعا انا هرجع لزملائي واشوف نقدر نعمل ايه، وهرجع لك بالرد ان شاء الله. الكلام ده من 4 ايام، يعني من قبل ما الموضوع اللي بيقول عليه سكن المستشار ده، يعني مفيش علاقه بين الموضوعين، انا بس عايز افصل ان لا علاقه بين ما يحدث في حزب الوفد وباللي انا بقوله، لان اللي انا بقوله ده من 4 ايام، اوكي؟ فاحنا النهارده كنا في الحفله بتاعت رئيس بوتين ورئيس تيتي في الاوبرا، وسلمنا على بعض، ما كانش فرصه ان احنا نتكلم، فاتصلت بيه بالتليفون من شويه كده وعرضت عليه، قلت له والله احنا شايفين ان ليه ما بقاش التعاون في كل القوائم، ليه بس في قائمه الاسكندريه مش حيث المبدا؟ العرض اللي سعادتك قلت لي من 4 ايام عرض كويس، وما نقعد مع بعض ونقدر نعمل قائمه جديده بينا وبين بعض نصل فيها الى حل، بحيث يبقى في فعلا قوه مدنيه جيده في البرلمان القادم. قلت والله العرض ده انا مستعد كمان لو سعادتك تكلم الدكتور عبد المجيد مصطفى وتبلغه برضه ان انا طالب هذا الكلام منه، اذا حل يقبل عرض زي ده ونحن نقعد مع بعض نشوف نقدر نعمل ايه. انا ما عنديش مانع وعندي انفتاح كامل في هذا الموضوع. الحقيقه دكتور سعيد ابدى اسئله شديد وحكى لي اللي قالوا عليه سفر الشغل دلوقتي، وقال لي لا ده عرض جديد لابد ان احنا ندرسه، ولابد ان احنا هيرجع من الهيئه العليا للوفد نتحدث معاهم فيه، وقال لي والله ده حاجه تبقى لصالح البلد، لي لا نفكر فيها ونشوف نقدر نعمل ايه، واذا كان في موافقه مبدئيه من الهيئه العليا للوفد فهنعمل اجتماع بكره كده ولا حاجه، وهشوف الدكتور عبد المجيد مصطفى رايه ايه، وكان كده نعمل اجتماع بكره عشان الوقت بيجري، عشان اخر يوم يوم 18. فالموضوع مفتوح وقائم ولسه ما وصلناش في حاجه، ولكن انا بقول لحضرتك ده الابديت الجديد اللي في الموضوع يعني. طيب مستشار حسامي، هل لديك معلومات حول هذا التنسيق بين يعني كمتحدث الحزب بين في حب قائمه في حب مصر وبين الوفد سواء في اسكندريه او الكلام على التنسيق الاوسع؟ لا ما عنديش معلومات حقيقيه عن التنسيق، ولكن انا بس عايز اشير ان طبعا احنا كحزب الوفد وكتحالف الوفد المصري من زمان جدا منفتحين على كل القوائم الموجوده وعلى كل القوى السياسيه، والكلام اللي قاله الست اللواء ده كلام طبعا يعني هيكون في صالح الجميع في المرحله الحاليه. طب سياده اللواء، امتى قوائم في حب مصر هتعلن بصفه نهائيه؟ والله احنا امبارح اجتمعنا في احدى الفنادق الكبرى، يعني ال 120 كلهم كانوا موجودين وحصل تعارف واتكلمنا مع بعض، ما كانش في اعلام لان كان في هيكل تنظيمي للقائمه واسلوب العمل والى اخره، وقعدنا كلنا مع بعض وتعشينا مع بعض واتكلمنا فيما هو صالح القائمه وخطه العمل الى اخره. واحنا كنا منتظرين نعلن هنعمل يعني مؤتمر صحفي يحضره الاعلام سواء كان التلفزيونات او الصحفيين خلال اول اسبوع القادم للاعلان عن حضور بس احنا متفقين ان القائمه مش 120 بس، 240. واحنا جاهزين بال 240 الحقيقه. هتبقوا جاهزين بال 240 اسم؟ طبعا طبعا بالتاكيد، ولكن العرض اللي انا بقوله ده عرض قائم وجاهز ان احنا نعدل الاسئله بناء عليه اذا ما حدث بالفعل تلاقي في الافكار وتلاقي في الاهداف والرؤيه. للتنسيق يعني ان انتوا تكونوا قايمه واحده ولا مجرد التنسيق في الفردي؟ لا 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 ليه لا قايمه واحده ليه لا؟ دي ما تبقاش قايمه. قايمه واحده. مش مشكله. سياده المستشار حسامي، هل ده هيطرح على الجمعيه العموميه؟ على الهيئه العليا اعتقد اكيد طبعا بالتاكيد ان ده هيطرح. زي ما قلت لحضرتك انا ما اقدرش استبق الاحداث ايه بالظبط اللي هينتهي ليه قرار الهيئه العليا، ولكن طبعا ده قرار هيكون في الصالح، نتمنى ان احنا فعلا نصل لتنسيق. لكن معلش سياده المستشار حسامي، تاني ارجع لنص بيانكو اللي هو اجتماع الهيئه العليا لمراجعه موقف الحزب من الانتخابات، هل الوفد بيراجع موقفه من الانتخابات؟ لا في تقديري برضو انا ما عنديش نص البيان اللي بيقول كده، انا نص البيان اللي عندي بيقول ان البحث الشكاوي اللي هي الشكاوي اللي من التدخلات الامنيه.
ما نقدرش نستبق الأحداث، لم يطرح المراجعة، ده قرار للهيئة العليا لن يحدث إلا إذا طرح عليها ما فعلا يدفعها لاتخاذ مثل هذا القرار. بشكرك مستشار بهجت الحسامي، بشكرك سيادة اللواء سامح سيف اليزل.